السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناة نسيم. خوتي، بغيت ننوه لكم لواحد الحاجة خاصة بجيزي. مثلا انا هنا راني بعت لهم على الطلب هذاك، كما بعت لهم على المشكل تاع التطبيق ما ردوا لي هنايا. من بعد موراها يبقاو يبحثوا لك لي ميساج، مثلا كتبوا لي هنايا: مرحبا نسيم، يرجى قضاء بعض الوقت وإكمال الاستبيان بالنقر فوق الرابط التالي. هذا الرابط اللي بحثه لكم خوتي خاص بالاستبيان. استبيان، اللي ما يعرفش الاستبيان هو يعرف الرأي تاعك في الريزو، اسكو راه مليح، اسكو فيه مشاكل، اسكو ما فيش مشاكل. المهم كي تكليكي على الريزو كيما هكا عليك خوتي، نكليكي عليه قدام، نكليكي على الرابط قدامكم، شوفوا وين يدينا الرابط هذا. هاو بدا يفتح معانا. حاجة الأولى لازم تكون عندك الإنترنت، أصلا لازم تكون عندك الإنترنت. لو كان ما تكونش لو كان تكون بالزيرو ما يديكش الرابط الاستبيان هذا. هاو بدا يفتح معانا. أم كتبوا لنا: اكتمل المسح بالفعل، لقد أرسلت هذا الاستطلاع بالفعل، ولكن إذا كنت تعتقد أنه خطأ فيمكنك إرسال ملاحظتك إلينا أدناه. هذا يعني باللي أنا راني بعت لهم استبيان خوتي. أنا من الأول راني أكملتوها، هم كتبوا لي باللغة الإنجليزية، راني كملت لهم الاستبيان باسكو الصباح كليكيت عليه وشفت. انا حسب دوك يعاود يبعثوا لي استبيان واحد اخر، انا هذيك بغيت نجربه معاكم ونشوفوا الطريقه وخلاص. المهم هذه خوتي استبيان خاص بالتطبيق جيزي، باش يعرفوا الناس اسكو كاين مشاكل، اسكو كاين ديفو في الريزو. هذا ما كان خوتي، ماشي حاجه كبيره ولا. المهم يعرفوا الراي نتاعكم هكا، هذا ما كان باه يصلحوا المشكل وخلاص. المهم خوتي، اذا عجبكم الفيديو ديروا لنا جيم بارتاج وابوني، واذا كاين شي مشكل ولا اي حاجه خلونا تعليق. وشكرا على المتابعه، والسلام عليكم.